مجادة المكسيك وليد. غدوة راح يلعبون مع فريق تقدر تقول هو أقصر فريق في الدورة هذه. صحيت. ما عندوش القامات الطويلة. صحيت. راح يركز عليها رينار لي بالاريتي كرات ثابتة هو اللي راح تكون السر تاع المنتخب السعودي غدوة. وشو الهزيمة ما أطرتش عليهم ضد بولندا؟ ما أطرت عليهم لأنهم لعبوا مباراة قتالية، مباراة اللي كانوا لو كان ما خسروها بجزئية ضربة جزاء ضيعوها، هدف هذاك اللي غلط البليهي الفالي باي دخل بال لاتيرال. صحيت. اللي احنا نضل نقولوا للشبان تاعنا والتفاصيل، ولا عمرك تدخل الكرة للوسط، دائما تبعتها، البليهي لعبها حصل صاحبه المالكي غلط اداها له. سير دي فوت انديفيديوال ما ربحوهمش قال قتلوهم بالون. هذوك لي فوت انديفيديوال يصلحوا يتصلحوا كونت سي كوليكتيف واعر يتصلح دوك يصلحوا الغلطات يعني ما راهم مهزوزين من الجانب السيكولوجي المنتخب السعودي شادهم بان اسبري تاع جيري محاربين ضد ارجنتين.